السلام عليكم البنات، واش رايكم؟ مش حوالكم؟ ان شاء الله كامل تكونوا بخير. الزول في لون استماع، ان شاء الله فيديو لينا اليوم يلقيكم بصحه جيده ان شاء الله. حبيباتي توحشتكم بزاف بزاف، هذه غيبه يعني غيبت عليكم هادو اليامات. ان شاء الله تكون غيبه خفيفه ظريفه عليكم، وجيتكم بفيديو جديد ان شاء الله ينال رضاكم. رايحه نشارك معكم قعدتنا ولمتنا العائليه، ان شاء الله تحبوها ان شاء الله حبيباتي. كما راكم تشوفوا راني مع التحضيرات مع ضياف، كي يجيبكم ضياف دائما تكون تحضيرات المسبقه اللي نديروها مع ضياف تاعنا، يعني نوجدوا كلش قبل ما يجوا هكذا باش نقعدوا مع ضيفنا ونقصروا، يعني ماشي حتى يوصلوا باش نبداو نوجدوا كلش. المهم الحاجه اللي نحيتها على طريقي نحيتها كما راكم تشوفوا، وضيافي لينها اليوم هما خياتي في زوج ونسا خوتي، يعني داروا لي زياره بزاف شابه، يعني تلموا هكذا مع بعض وجاوني للدار وحبوا يديروا فال بنتي. كما على بالكم جوزت لا سانكيام، يعني طلعت بالمعدل برك هذا العام، المهم طلعوا كامل بالمعدل. انا ما حبيتش ندير هكذا حاجه كبيره ولا، بصح خياتي ونسا خوتي حبوا يديروا لها الفال، وبلا ما ننسى بنت اختي تاني الكبيره جات معاها تلموا كامل مع بعض وجاوني، يعني فرحت بهم بالبزاف، يعني تفهموا كامل مع بعض وجاوني في نهار واحد، ونشكرهم بالبزاف على هاد الزياره، زياره بزاف ممتعه، يعني جوزنا واحد اليوم رائع رائع. نحينا على خاطرنا ماما انا تهليت فيهم، انا بيان سور اللي تهلا فيا نتهلا فيه، المهم انا تهليت فيهم. الحاجه اللي عندي في البيت قدمتها، ما بخلتش على حتى وحده. المهم كما راكم تشوفوا هادو الحلويات اللي شاركتها ديجا معاكم، كنت خبيتها يعني في الفريجيدار، انا في الصيف ما نخبيش الحلويات التوعي في الكونجيلاتور، دائما نحب نديرهم في الفريجيدار، بصح نغلقوها بزاف مليح البنات هكذا باش ما تدخلش الريحه تاع الفريجيدار لداخل، يعني كي تغلقوها مليح وديروا لها بابي الومنيوم من الفوق ما رايحاش تفسد معاكم. فوالا هادو الحلويات اللي شاركتها معاكم، تاع الشوكولا تاع الكابريس والتراك والمقروط، يعني شفتوها معايا ودرت لهم تاني شويه خفاف، يعني غير طبسي صغير هكذا تاع خفاف. مام اختي جابت لي طبسي خفاف وجابت لي القريوش، من بعد تشوفوه في الفيديو. وانا حبيت نفكرهم باطمين حمال، لاطمين حمال اللي دائما نحبوه حنا البجويين، يعني هاد الوصفه قد ما هي بسيطه قد ما هي بنينه، حنا نديروها دائما في المناسبه السعيده كي تكون مناسبه عندنا سعيده، وكاين بزاف مشتركات اللي جربوا هذه الوصفه ونجحوا، يعني نجحوا فيها 100%، وكاين اللي ما ينجحوش فيها دائما يقولوا لي يجينا معجن. يعني حبيت نشارك معكم مره اخرى هذه الوصفه، ان شاء الله رايحه تفهموها اكثر. هنا كما راكم تشوفوا درت كيله تاع الماء، الكيله اللي حبيتوها البنات، حبيتو كاس ولا وانتوما يعني ولا انتوما مبتدئات تقدروا ديروا كاس باش تبداو، يعني ديروا يعني بالمقدار هكذا صغير، من بعد كي تنجح معكم تزيدوا المقدار الكبير، يعني تقدروا تضعفوا المقادير. هنا كما راكم تشوفوا درت كيله تاع الماء عادي من الحنفيه، ودرت هنا 6 مغارف تاع زيت الزيتون، ودرت 2 مغارف كبار تاع المارغرين، ومغرفه صغيره تاع الملح. هنا هذا الخليط البنات نخليوه يغلي، لازم يكون مغلي هكذا كما راكم تشوفوا، وناخذوا بنفس الكيله السميد، سميد البنات متوسط كما راكم تشوفوا. انا تعمدت نوري لكم السميد المتوسط هنا في الباكي، اللي ما تنجحش في هذه الوصفه اشري هكذا باكي باش رايحه ينجح معاك 100%. كاين بزاف اللي ياخذوا مشكاير هذوك الكبار تاع 25 كيلو، وكاين اللي ما ينجحوش فيه، يعني يقولوا لي يجينا معجن، يعني ساعات يجي هكذا في شكاير هذوك الكبار شويه رقيق، لازم ما لازمش يكون رقيق البنات السميد، لازم يكون متوسط، ما يجيش خشين اللي نديرو فيه المقروط، وما يجيش رطب اللي نديرو فيه الخفاف ولا، لازم يكون متوسط كما راكم تشوفوا. يعني شرو باكي هكذا، انا تعمدت نوريكم الباكي باش تشروه وينجح معاكم بكل سهوله. من بعد كي يغلي هذاك الخليط تاع الماء والمارغرين والزيت والملح حتى يغلي مليح، نبدل الفرن ونحطه في الفرن الصغير، ونبدا نرمي هذاك السميد ونخلط بسرعه. في الاول البنات رايحه يجيكم هكذا عجينه،
شوفوا البنات يعني جاكم هكذا عجينه. من بعد هنا يبدا اللعب تاع اطمين حمان، هنا يبدا تكسروا فيه وتبداو تخلطوا فيه حتى يطيب ويبدا يتفتت معكم، يولي لكم كي لي شغل طعام. يعني هاد المرحله تاني البنات مهمه، ماشي غير تخلطوا وتحبسوا، لازم تخلطوا وتكسروا، تخلطوا وتكسروا حتى يولي لكم كي لي شغل طعام. يعني حوالي بالضبط واحد 20 دقيقة وانتم تحركوا فيه، يعني على النار قليلة، تكون نار هادية وتبدأوا تحركوا فيه من حين لآخر وتكسروا فيه كما راكم تشوفوا هنا في الفيديو. يعني أنا تعمدت نعاود معكم هاد الوصفة باش اللي مازال ما نجحتش في هاد الوصفة إن شاء الله بربي رايحة تنجحي فيه بإذن الله إن شاء الله. وكاين بزاف مشتركات اللي بعتوا لي صور تاعهم اللي نجحوا فيه هاد الوصفة، يعني سهلة بمقادير بسيطة، عندكم كامل هادو المقادير في البيت تقدروا تاكلوها بالصحة والهنا، تجيكم بزاف بزاف بنينة. جربوها البنات واكتشفوها سورتو اللي مازال ما عرفش هاد الوصفة. هذه الوصفة بجوية 100%، يعني هاد الوصفة نديروها للمزيود جديد، نديروها للعروسة، يعني كي تكون المناسبة هكذا سعيدة. وحبيت نفكرهم بهاد الوصفة خير ما نديرو لاباتيسخي، ولا كنت حابة ندير لهم لاباتيسخي في البيت من بعد بدلت رايي، قلت وعلاش ما ندير لهم شاطمين حمان يتفكروه وياكلوه، يعني يتفرحوا بزاف بزاف على هاد الوصفة، يعني يفرحوا بها عندهم شحال ما كلاوهاش. المهم كما راكم تشوفوا من بعد ما كسرت كامل العجينه ديالي ولات كي لي شغل طعام، شوفوا البنات كيفاش ولات. من بعد رايحه نخلطوا لها الزبيب هنا، يعني كي نكونوا في موسم تاع الرمان نديروا اطمين حمان بالرمان، بصح رانا في موسم ما كانش الرمان، دونك بدلت الرمان بزبيب. كما راكم تشوفوا الزبيب ديالي شمخته بالماء سخون ودرت له مغرفه تاع لافاني باش نعطر الزبيب ديالي ونحطوه، يعني نخليوه يتشمخ هكذا واحد ساعة هكذاك. من بعد نصفيه ونحطه داخل العجينة تاعي تاع اطمين حمان كما راكم تشوفون، خلطوه مليح، خليت شوية للتزيين. هذه هي يعني حاجة سهلة بسيطة، اللي عندها الرمان تاني تقدر تعوض زبيب الرمان، يجيكم بزاف بنين تاني بالرمان، يجيكم ما شاء الله. هنا رايحة نعمر الطبسي للتقديم كما راكم تشوفوا. هاد الوصفة نقدموها مع المشروبات، يعني هذا يتقدم مع المشروبات مع العصائر وكامل. بالنسبة للتزيين أنا زينت الباقي تاع زبيب يعني ساير داير على الطبسي ديالي، وحطيت شوية لوز مقشر، شوية لوز بقشورو، شوية جوز، شوية لدراجي كما راكم تشوفوا. وهاد الطبق ناكلوه بسكر غلاس، يعني بسكر الناعم، يعني يتقدم بسكر غلاس كما راكم تشوفوا. كما شفتوني في اول فيديو مع التحضيرات كنت عمرت لي غمكاوي ديالي بسكر غلاس باش نقدمهم هكذا قدامه، وحطيته في طبسي تاعي الفضي كما راكم تشوفوا، يعني كما يقولوا طبسي عشاوات. فوالا البنات، يعني هكذا كتزيين بسيط هكذا نفرحهم بها. وهنا البنات كي وصلوا خياتي جابت لي كما قلت لكم القريوش، يعني عندها واحد البنه القريوش تاع اختي ما شاء الله، بصح دائما ديرو هكذا صغير ما ديروش هكذا كبير، دائما نقولها وعلاش ما ديريهش هكذا طويل هكذا يجي شباب، بصح هي تحب ديرو هكذا صغير، بصح البنه ما نقول لكمش البنات، يعني ما شاء الله انا يعجبني بزاف القريوش تاع اختي. وكما راكم تشوفوا عمرت لي هكذا الطبسي وحطيته كيما راه يعني فوق الطبله، وجبت لي تاني طبسي تاع خفاف، يعني دارت لي فال بنتي كما قلت لكم، وانا كنت وجدت طبسي واحد اخر تاع تاني تاع الخفاف. فوالا هذه هي. من بعد وجدت كامل الطبله تاعي، يعني تاع المشروبات قبل مع اطمين حمان كما قلت لكم، فرحوا بالبزاف، حبيت نشكرهم بالمناسبه، ربي يخليكم ان شاء الله نرد خيركم مع ولادكم ان شاء الله، ربي ينجح كامل اولادنا واولادكم انتم ثاني مشتركاتي حبيباتي. وحبيت نشكر تاني مرت خويا الكبير، جات هي وبنتها في يوم واحد اخر، يعني ماشي في هذا اليوم، كانوا جاو وحدهم، بصح للاسف يعني ما صورتش في هذاك النهار، يعني جاوني هكذا على غفله، سي بوغ سا ما صورتش. فوالا هذه هي قعدتنا، يعني تلمينا هكذا مع بعض، يعني والله العظيم البنات درنا واحد القعده بزاف بزاف شابه. Thank you.
فلا هذه هي لمتنا وهذه هي قعدتنا حبيباتي، ان شاء الله ربي يدوم لمتنا ويدوم قعدتنا وتدوم لمتكم انتم ثاني، ويجمع الشمل كامل العائلات يا رب العالمين. هنا كما راكم تشوفوا هذه الهديه جابتها لي مرت خويا اللي نشكرها بالبزاف، ربي يخليك ليا حبيبتي. يعني هذه الهديه دائما هاد المرت خويا بالذات دائما كل ما ينجح وليدي ولا بنتي تجيب لي هديه ليا، يعني ما تجيبش لبنتي ولا وليدي، دائما تجيب لي هديه ليا دائما ما على باليش، ولا صبت لي الا لي متعب على ولادي ولا ما على بالي. المهم هذه هي هديه مرت خويا، ربي يخليك ليا وينجح اولادك ويسترهم يا رب العالمين. فوالا البنات، هذا هو الفيديو لنا اليوم، ان شاء الله ينال رضاكم ويعجبكم حبيبتي الغاليات. وما تنسونيش البنات في اللايك والبارتاج مع الاحباب والاصدقاء كذا باش تعم الفائده، وما تنسونيش في تعليقاتكم الرائعه اللي نموت عليها، والى الملتقى مع فيديوهات حتى اخرين ان شاء الله. سلام.